السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. في البداية أتمنى من الله أن تكونوا في أسعد حال، وأتمنى أن تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم إشعار بكل جديد إن شاء الله. في البداية أحب أنوه أن الأسعار اللي بنقولها أسعار بورصة، يعني أسعار جملة، وإليكم أسعار الدواجن والكتاكيت والبط من بورصة مصر السبت 6 فبراير. سعر كيلو الفراخ البيضاء 24 جنيه، سعر كيلو أمهات الأبيض 18 جنيه، سعر كيلو الفراخ الساسو 27 جنيه، سعر كيلو الفراخ البلدي 35 جنيه. أما عن البط، سعر كيلو البط البلدي 50 جنيه، سعر كيلو البط المسكوفي 47 جنيه، سعر كيلو البط المولر 31 جنيه، سعر كيلو البط الفرنساوي 24 جنيه. أما عن أسعار الكتاكيت، كتكوت أبيض عمر يوم سعره ما بين 4.5 جنيه و7 جنيه، كتكوت ساسو ما بين 3.5 جنيه و4 جنيه، كتكوت بلدي ما بين 1.5 جنيه و2 جنيه. أما كتاكيت البط، كتكوت بط فرنساوي ما بين 3 جنيه و3 جنيه ونص، كتكوت بط مولر ما بين 11.5 جنيه و12 جنيه ونص، كتكوت بط مسكوفي ما بين 11.5 جنيه و12 جنيه ونص، سمان أسمر ما بين 2 جنيه وربع و2 جنيه ونص. أما عن البيض، كرتونة بيض أحمر 34 جنيه، كرتونة بيض أبيض 32 جنيه، كرتونة بيض بلدي 36 جنيه. وإلى هنا يكون قد انتهى الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو آخر جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.